deux ou trois exemples concrets. نحب لي جون يفهموا. عطينا ان اكزومبل كونكريت. كيس كو جو ريس دو نو تخوا دو تخوا اكزومبل. شو ما زلت في الدوشه خاطر سليمه ما كانتش باهي معايا انا تعمل عليا بالعاني راه. شو ما فهمتوش كل انسان نجم يعيش comment le vivre c'est bien d'une manière épanouie dans une société لازم يكون عنده اون بول نتاعو وقت يدخل في وسطها وقت يدخل داره مع اولاده وحده اتسترا والا مسكر على روحه في بيرو يكون سافيري صح؟ بيان طمير؟ يكون على بري دي زيو انديسكري اي سورتو لي زيو دو ليتا. نحن عشنا في فتره نعرفوها شنو هي النظام البوليسي لانه بلكش ما تعرفوش لكن دولة القانون هي مضاد للدولة البوليسية. الدولة دولة لتا دو بوليس ولو بوفوار بوليسيي قائم على شنو؟ يعرف كل شيء على الناس الكل. إذا فما حاجات ما عندوش الدولة باش تعرفها. أنا يجيني واحد يقول لي شنو دينك؟ نقول له شنو يهمك فيه؟ شنو فيه؟ سي اون كيستيون دو كونفيكسيون بيرسونيل. كان أنا نحب نعلن عليه صح؟ ما تنجمش تجي تقول لي شنو دينك؟ باش تأمن تأمن ولا ما تأمنش؟ ما نقولش شنو دينك؟ قل لي انت رايك السياسيه شنو؟ نقول له اموري الخاصه كيف انت صاحبي وحبيبي قاعدين في القهوه نحكي ولا في الدار ونحكي لك ما يسالش مي كو ليتا لو ساش سي تري غراف. علاش سي تري غراف؟ لانك نهار من النهارات كملت قرايت خذيت الدبلوم تاعك وتقدمت كونكور دونك لا فونكسيون بوبليك تتعدى في الكونكور وتنجح حسين لكن ما تتعينش. علاش؟ لانه فك الورقه اللي يحطوا فيها الاستفادات الكل حضرت في اجتماع بتاع الحزب الفلاني والا نهضاوي معروف هي عشرة بل ثلاث قولوه بيان سور خلي انا وقت ندافع على حقوق الانسان ندافع على حقوق الناس الكل ونحن كنا ندافع عليهم حقوق الفضوء قبل راهم ما يوصلوا للحكم هذا النهار والا شو يوعي ويقولوا شيوعي والا خوانجي جيتي لو بريزيدون دو بيبي صحيح سيدي بالبريح وفي وقت من الاوقات كنت انا والمجموعه اللي معايا في الجوري كنا نعملوا لا ليست دي زادمي كانت لا ليست دي زادمي ما تخرجش تتعدى فيه للبحث البوليسي اي لو دوزيام لو سانكيام او لو سيتيام دو لا ليست ديسباري نحن ما كناش نعرفوه لأن ولات أمور إدارية، أنا صححت على ليست دي زادمي دون أن كونكور. من بعد الوزير ما يسميش الناس هذوما لأنه إيفيكتيفمون عندهم في الفيشي بتاع وزارة الداخلية الأشخاص هذيا معارضين معارضين ولا ما يصحوش. هذا كان يقولوا يصحوش، يصحوش ليش؟ للتعليم باش يدفوا السلم نتاعهم في روس الفروق. هذا الشيء اللي يقول هذا كان المبرر نتاعهم، وهذا علاش؟ لأنه كانت هالمعلومات هذيا مخزنة في حواسيب دون دي فيشي تقول لي وقت تبدا فما سيستم دو بروتيكسيون دي دوني شي يبدل بيان سور بيسكو بروميرمون فو سافي كو لو فيشي اكزيست خاطر نحن توا نتكلموا ونقولوا فما معلومه كيلكو بار اي اون بريسيبوز اللي هي في وزاره الداخليه لكن ما نعرفوش وما نعرفوش اكزاكتومون شنو هي المعلومه دونك كيولي المواطن يعرف انه فما فيشي ويولي عنده لو دغوا داكسي يعني عنده الحق باش يمشي مهما اداره ومهما سلطه هيئه عموميه ويقول لها اعطيني المعلومات اللي عندك ويشوف المعلومات اللي تخصه هو وقت يلقى مثلا معلومه تهم معتقد ولا تهم اتجاه سياسي ولا افكار سياسيه ولا تهم امور صحيه يتهم الصحه الامور نتاع المرض ما تكون كان عند طبيب ولا عند مستشفى اما مش عند اداره اخرى هذا الكل يطلب بشطها وتنحيتها وكان يلقى معلومه غلطه يطلب تصليح بالطريقه هذه كل القرارات اللي تاخذهم الاداره دورينا دون والهيئات العموميه يكونوا على اساس معلومات قبلها القانون وقبلها الانسان بيان سور سؤال كونكري معناها خاطر اوني دون لا براتيك On est sur les technologies de l'information, Internet. Qui fait
sur internet on a les données personnelles. C'est-à-dire que par exemple, on a sur Malsoum, ouais, qui est le